أكيد ما بينفع أنه إحنا ننهي هاي السنة من غير فن ومن غير جمال ومن غير غنى، وبالذات أنه اليوم معانا في هو وهن واحدة من أمهر وأشطر الفنانين، اللي بعيداً طبعاً عن كونها سوبرانو فخمة كتير وشاطرة كتير، إلا أنها كمان قدرت أنه تثبت نفسها في كذا مكان، مش هيك؟ ده يعني زي ما أنت بتقولي كده، هو مجموعة من المواهب، هي مش موهبة واحدة بس، سواء في الغنى العادي أو الغناء الأوبرالي وكمان في التمثيل. لكن احنا النهاردة بقى هنركز اكتر على الغنى، عشان زي ما انت قلتي كده بقى خلاص اخر حلقة في السنة، وندخل ان شاء الله على سنة جديدة، فقلنا بقى نحتفل مع حضراتكم بس بشكل مختلف. خلوني ارحب بضيفتي العزيزة اللي منوراني النهاردة، السوبرانو كريستين مجدي. كريستين، هابي نيو يير. هابي نيو يير نرمين، ازيك؟ اخبارك؟ انتي سالمة؟ كل سنة وانتي سالمة. وانتي سالمة، وان شاء الله هيك يا ربي سنة خير علينا كلياتنا. متحمسين كتير لوجودك معنا كمان، بالذات مع الصوت الفخم ما شاء الله الموجود عندك. اشكرك. يعني صوتك، عايزين نقول يا جماعة احنا قبل ما نبدأ تصوير كانت عمالة بتعمل بروفا، ايه ده؟ يعني بجد، يعني اقولك حاجة، انا خايفة عليكي لا تتحسدي النهاردة بجد. تاتش وود بقى، ما فيش بقى على الارض. طيب نبلش، بدي اسألك سؤال، يعني انتي من امتى بلش حبك هيك بالموسيقى لدرجة انك انتي هلا وصلتي انك عم تعملي دكتوراه او رح تاخدي دكتوراه فيه؟ من وانا صغيرة جدا، يعني انا اللي ودتني للسكة دي كانت مامتي، لانها كانت مدرسة موسيقى وكانت خريجة معهد موسيقى عربية كمان، كانت تلميذة دكتورة رتيبة الحفني، فهي يعني كانت متعلمة كويس قوي. وكنت طبعا طول الوقت وانا في بطنها هي في المدرسة وبتمرن وبتعمل، فاكيد انا يعني اتأثرت، سمعت كل ده في الوقت اللي هي كانت فيه بتشتغل جامد جدا. فمن وانا سني صغير 5-6 سنين ابتديت لاحظوا ان انا يعني ودني حلوه. فبابا وماما بقى جابوا لي كيبورد كده في البيت، وبقيت اي حاجه اسمها عازفه، اي حاجه اسمها عازفه. ومن هنا ابتدى الموضوع. طيب يعني واضح ان كمان اهلك ان هم شجعوكي، او ان هم ما قالوش ايه خلاص بقى مش مشكله زي ما اهلي كتير بتعمل حتى دلوقتي، يقول لك لا لا لا، يبقى ابنه عنده او بنته عندها موهبه هم اللي بيدفنوها، لكن انت اهلك ما شاء الله شجعوكي على الموضوع ده. كنت في مدرسه وانت في الاعداديه، كنت مدرسه حكومه عادية خالص، وكان في يعني حصص بقى اللي هي التربية الموسيقية والرسم والاقتصاد المنزلي. عايز اقول لك ان زمان كان الاهتمام بالتربية الموسيقية والرسم والاقتصاد المنزلي اكتر من دلوقتي. ازاي قدرتي تستفادي من الحصص بتاعت التربية الموسيقية اللي انت في مدرسة ومدرسة حكومة؟ هو انا بس هضيف حاجة، الموضوع ابتدى من ابتدائي كمان. انا من ابتدائي كنت، يعني انت داخلة اعدادي مخضرمة خلاص ما تتفرجيش يعني. لا، من ابتدائي على طول، لان انا او يعني بعد ما كنت اكتشفوا موضوع الودن الموسيقيه دي، فانا رحت على طول للحصه بتاعه الموسيقى ومدرسه الموسيقى، وابتديت كمان حتى مش اعزف على كيبورد، لا اعزف على الاكورديون. وشويه بشويه فلو انت كمان صوتك حلو، طب غني برلمان مدرسي اعمل، عشان عندي شخصيه كده وكنت لابقه الغنى في الاذاعه المدرسيه، يلا غني. كل حاجه يعني هم عارفه لما بيصدقوا في المدارس لو حد موهوب شويه، فاللي هو ايه ده، لا طب تعالى اعمل ده، طب اعمل ده، فيلاقيكي هنا كويسه وهنا كويسه. وبعدين ابتدى بقى موضوع من رابعه ابتدائي، القاء المدرسي، القاء الشعري. فابتديت اتمرن وبقيت بصعد من الاول كفر الزيات، وبعدين محافظه الغربيه، وبعدين اروح امثل محافظه الغربيه في القاهره، يعني على مستوى الجمهوريه بس. ويعني أنشطة كتير لحد بقى ما دخلت كلية تربية نوعية اسكندرية وأنا كبيرة بقى خلاص. لا لساتك صغيرة، لساتنا شباب، احنا دائما بنحكي هيك في هون. طب كريستين، هلا امتى قررتي تعملي دكتوراه وبايش عم تتخصصي بالدكتوراه؟ يعني هل انت حصلتي عليها ولا لسه رح تاخديها؟ لسه هحصل عليها. هو انا بدرس في تربية موسيقية الزمالك. اوكي. لعدم توفر في تربية نوعية اسكندرية التخصص بتاعي،
يعني هو تخصص يعني قليل قوي. انا مدرس مساعد برضو في كليه تربيه نوعيه، فانا يعني موظفه حكومه كمان، ولازم ان انا اعمل دراسات. فانا خلصت الماجستير وبعد كده دلوقتي في الدكتوراه بعمل رسالتي عن دور سوبرانو عبلة في اوبرا عنتر وعبلة للمؤلف اللبناني مارون الراعي. اوكي طب ما نسمع حاجه بقى. بالزبط. عايزين نسمع حاجه، يعني احنا عمالين نرغي ونتكلم كتير، ولو فتحتينا في الكلام انا ورندا مش هنسكت يعني. يعني عايزين كده نسمع حاجه. عايزه نبتدي بالاوبرا اللي انت عايزاه. انت ايش عليك؟ اوكي ابتدي بالاوبرا. هتوقفي كمان اظني. طبعا هي اوبرا اومي سوري اوبرا جانس كيكي. الاريا اللي هغنيها اسمها اومي وبابينو كارو. هي يعني بتطلب من باباها بتسترجاء ان هو يسمح لها انها تبقى مع الواحد اللي هي بتحبه او الشخص اللي هي بتحبه، والا هتضطر تروح تموت نفسها. لا 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 سنة جديدة. الله يرضى عليك. خلينا نسمع منك كريستين. أوكي.